من الذهب إلى أسعار النفط التي هبطت أكثر من 4 دولارات للبرميل بعد أن تجنب التصعيد في الشرق الأوسط الإضرار بالمنشآت النفطية ولم يتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، الأمر الذي خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر، وبلغ سعر خام برنت 71 دولار و93 سنتا للبرميل بانخفاض قارب 5.5% للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي نحو 5.6% إلى 67 دولارا و75 سنتا للبرميل.